بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم الدكتور محمد الاشهب وموعدنا اليوم مع المحاضره رقم 11 من محاضرات مقرر الاحصاء الهندسي ونظريه الاحتمالات وهي بعنوان correlation اند regression او بالعربي ممكن نسميها الارتباط والانحدار. المحاضره دي طبعا من المحاضرات المهمه جدا يعني محاضره بسيطه ومع ذلك استخداماتها كتير ومش بس بتستخدم في المجالات الهندسية ممكن تستخدم في مجالات كتير جدا زي مثلا في التسويق وفي الزراعة وفي الطب يعني ما شاء الله العديد من المجالات طب هنبدأ الأول نتكلم على الكوريليشن أو الارتباط الكوريليشن ببساطة هو عبارة عن relationship between two variables يعني لو أنا عندي two variables وعايز أعرف هل التو variables دول أو المتغيرين دول في بينهم علاقة أو في ارتباط بينهم وبين بعض ولا لأ فبدرس حاجة اسمها الكوريليشن فالكورليشن لازم طبعا يكون بناء على داتا الداتا دي كان بي ريبريزنتد ان ذا اوردر بيرز اكس اند واي يعني لازم الداتا تكون عباره عن مجموعه من البيانات كل بيان هو عباره عن اكس و واي مرتبطين ببعض يعني الاكس دي سببت الواي دي فبالتالي بنقول ان الاكس دي عباره عن اندبندنت فاريبل يعني متغير مستقل يعني انا ممكن اتحكم فيه براحتي and y is the dependent variable يعني متغير تابع ليه يعني بناء على قيمة الإكس x اللي أنا ممكن أتحكم فيها بتطلع قيمة ال y اللي أنا المفروض ماليش أي تحكم فيها فبنقول the independent variable is cause ده عبارة عن سبب أنا ممكن أتحكم في السبب but the dependent variable is the effect of a of this cause طيب وبالتالي علشان اشوف شكل العلاقه اللي بين الاكس والواي بنضطر نرسم حاجه اسمها سكاتر بلوت السكاتر بلوت ده طبعا ممكن ترسمه يدوي او ممكن ترسمه بالاكسل وهي بتبقى حاجه بسيطه كده ان انا بقول ده مثلا الاكس وده عباره عن الواي فباخد اول قيمه للاكس واشوف الواي طلعت بكام واحط نقطه هنا وبعدين اشوف الاكس اللي بعدها جابت قيمه للواي بكام وهكذا بحط ايه مجموعه من النقاط اللي بتعبر عن العلاقه بين الاكس والواي فالرسمه البسيطه اللي قدامنا دي بنسميها السكاتر بلوت دي عباره عن مجموعه من الاكزامبلز اللي هتوضح لي يعني ايه اندبندنت وديبندنت فاريبلز فمثلا في الحاله الاولى دي انا عايز اشوف هل معدل نمو الطماطم بيتاثر بيه نوع الاضاءه اذا كانت فلورسنت ولا ناتشرال لايت ولا لا فبعمل ايه بغير الحاجه اللي انا بقدر اتحكم فيها الاضاءه ممكن اخلي الاضاءه عن طريق فلورسنت او الاضاءه عن طريق الناتشرال لايت يبقى الاندبندنت فاريبل هو عباره عن ذا تايب اوف لايت انما الديبندنت ان انا ما اقدرش اتحكم فيها هي عباره عن الريت اوف جروس اوف توميتو طيب اللي قدامنا ده عباره عن مثال بسيط على السكاتر بلوت هنا عندي تو فاريبلز اللي هي إكس وواي زي ما اتفقنا ان إكس دي بتكون الاندبندنت فاريبل وواي بيكون الديبندنت فاريبل فانا بخلي الإكس ب1 واشوف الواي تطلع بكام وهكذا اغير الإكس اخليها ب2 ب3 ب4 ب5 واشوف قيمه الواي المقابله ليها بكام وبعدين برسم العلاقه اللي بينهم باستخدام السكاتر بلوت بالشكل اللي قدامنا ده ان انا مثلا البير اوف داتا الاول ده عباره عن الاكس بواحد والواي ب ناقص اربعه فبروح هنا عند واحد وانزل عند ناقص اربعه واحط ايه نقطه وهكذا عند كل ايه بير اوف داتا من هنا بحط نقطه وبالتالي بيطلع الشكل اللي قدامي ده اللي اتفقنا على ان اسمه سكاتر بلوت طبعا الكوريليشن بتوين اني تو فاريبلز ممكن يكون ليه اشكال مختلفه يعني الشكل اللي قدامنا ده واضح ان الترند هنا عباره عن ايه ان زياده الاكس بتسبب زياده في الواي فهنا بنقول ان العلاقه بين الاكس والواي هي عباره عن بوزيتيف لينير كورليشن طبعا الرسمه الثانيه دي العلاقه بينهم واضح ان هي العكس يعني واضح ان الزياده في قيمه الاكس بتسبب نقص في قيمه الواي فبالتالي بنقول ان العلاقه دي نيجاتيف لينير كورليشن يبقى الفرق بين البوزيتيف كورليشن والنيجاتيف كورليشن هي ان زياده الاكس بتسبب زياده الواي يبقى دي عباره عن بوزيتيف كورليشن انما لو زياده الاكس بتسبب نقص في قيمه الواي فده عباره عن نيجاتيف كورليشن طبعا ممكن التو فاريابلز اللي هم الاكس والواي ما يكونش فيه بينهم اي كورليشن بمعنى ان انا مثلا الرسمه اللي قدامي دي طبعا في تجربه زي دي ممكن اخد اكتر من قيمه للاكس واحسب اكتر من قيمه للواي فواضح طبعا من الرسمه اللي قدامي دي ان ممكن قيمه واحده للاكس مره جابت قيمه للواي ومره تانية لما كررت التجربه جابت قيمه تانية لما كررتها جابت قيمه ثالثه لما كررتها جابت قيمه رابعه فمعناها ان مفيش correlation او مفيش ريليشن شيب بتوين الاكس اند واي فبالتالي شكل السكاتر ديجرام بقدر اتوقع منه هل في كورليشن ولا لا طبعا هنتعلم بعد شويه ازاي نقيس قيمه الكورليشن كنمبر بحيث ان احنا نقدر نحكم على الكورليشن بطريقه دقيقه طبعا ممكن برضو تكون العلاقه بين الاكس والواي نون لينير كورليشن يعني هنا واضح ان العلاقه بين الاكس والواي عباره عن كيرف بالشكل ده فهي مش لينير يبقى ممكن العلاقه تكون لينير او نون لينير وممكن تكون العلاقة بوزيتيف أو تكون نيجاتيف أو يكون نو كورليشن بتوين الإكس أند واي طيب علشان نعرف قوة الارتباط بين التو فاريبلز الإكس والواي بنحسب حاجة اسمها الكورليشن كوفيشنت أو معامل الارتباط يبقى معامل الارتباط ده عبارة عن ميجر بيقيس لي السترينث اند ذا دايركشن of the linear relationship يبقى لازم الاول العلاقه بين الاكس والواي انا اتاكد ان هي لينير وبعدها ابدا اقيس الكوريليشن كوفيشنت يعني مثلا لو رجعنا للرسمه دي تاني لو انا رسمت العلاقه بين الاكس والواي كسكاتر بلوت وطلعت بالشكل ده انا بقول ان هي نون لينير وبالتالي من غير المنطقي ان انا احسب لها الار انما لو كانت العلاقه بين الاكس والواي طلعت بشكل من الاشكال اللي فوق دي فببقى متوقع ان العلاقة اللي بينهم هي عبارة عن linear correlation فبالتالي بحسب قيمة الار علشان اعرف مدى قوة العلاقة بين الاتنين وهل هي يعتمد عليها ولا لا طبعا لو هي علاقة يعتمد عليها ممكن استخدمها في حاجة مهمة جدا بعد كده اللي هي الريجريشن اللي بقدر اجيب منها شكل المعادلة اللي بتربط المتغيرين مع بعض وبالتالي اقدر اعمل عملية بريدكشن بسهولة prediction يعني ايه يعني عند اي قيمه للاكس اقدر اتوقع قيمه الواي هتطلع بكام طيب يبقى عرفنا ان انا بحسب الكوفيشنت اوف كورليشن علشان اعمل ميجر اوف ذا سترينث اند ذا دايركشن اوف لينير ريليشن شيب يبقى هي لينير ريليشن شيب انا عايز اعرف السترينث هل العلاقه اللي بين الاكس والواي علاقه قويه ولا لا وعايز اعرف كمان الدايركشن هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني زياده الاكس بتسبب زياده للواي ولا بتسبب نقص للواي coefficient of كورليشن او الكورليشن كوفيشنت هنرمز له بالرمز ار وهنحسبه من المعادلة اللي قدامنا دي طبعا المعادلة دي شكلها يبدو ان هو صعب شوية بس هي معادلة سهلة جدا زي ما هنشوف من المسألة اللي جاية المهم ان قيمة الار لازم تكون بتتراوح بين نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 يبقى لو انت حليت مسألة وطلع ان قيمة الار مثلا بتساوي 1.2 يبقى تعرف على طول ان الحل بتاعك غلط وتراجع تاني علشان تطلع القيمة الصحيحة اللي هي لازم تكون محصورة بين النيجاتيف 1 وال1 يبقى اتفقنا ان الار لازم تكون اكبر من نيجاتيف 1 واصغر من بوزيتيف 1 طيب قيمه الار بالظبط بتعبر عن ايه بنقول اف اكس اند واي هاف سترونج بوزيتيف لينير كورليشن ار از كلوز تو 1 يعني لو العلاقه اللي بين الاكس والواي كانت سترونج بوزيتيف بوزيتيف يعني زياده الاكس تسبب زياده في الواي فكل ما كانت العلاقه بينهم قويه كل ما كانت قيمه الار قريبه من الواحد زي مثلا الحاله دي الار تقريبا بتسعه من عشره طبعا لو كانت العلاقه اللي بينهم اقوى اقوى يعني ايه يعني كل قيمه للاكس بتجيب قيمه محدده للواي زي مثلا الشكل ده فالشكل اللي انا برسمه ده ده العلاقه بين الإكس والواي علاقة قوية جدا وبوزيتيف فهنا أنا أتوقع لما أجي أحسبها إن الآر هتطلع بكام؟ بواحد إنما طبعا لو كانت العلاقة بينهم نيجاتيف كان هتطلع حاجة بالشكل ده إن كل ما الإكس بتزيد كل ما الواي بتقل بالشكل اللي أنا برسمه ده ففي الحالة دي هتطلع نيجاتيف 1. طبعا في الحالة دي بيحصل بعض التغير يعني كل قيمة للإكس مش شرط إنها بتجيب لقيمة محددة هي ممكن تجيب أكتر من قيمة للواي بس القيم متقاربة بالشكل اللي إحنا شايفينه لدرجة إن أنا أقدر أشوف شكل الترند اللي بينهم هل الإكس لما بتزيد الواي بتزيد ولا لأ فواضح طبعا هنا إن زيادة الإكس بتسبب زيادة في الواي كل ما المسافة بين الخطين دول قلت معناها إن العلاقة بينهم بقت سترونج أكتر وبالتالي قيمة الكوفيشنت أوف كورليشن هتقرب من الواحد وهنا طبعا نفس الكلام كل ما المسافة بين الخطين دول قلت معناها ان العلاقة بتكون اقوى وبالتالي قيمة الار بتقرب من نيجاتيف 1 يبقى عرفنا ان لو العلاقة سترونج بوزيتيف هتلاقي قيمة الار قريبة من بوزيتيف 1 لو كانت سترونج نيجاتيف هتلاقي قيمة الار قريبة من نيجاتيف 1 طبعا لو قيمة الار ساوت الزيرو فدي معناها ان there is no linear correlation between x and y فممكن ما يكونش في كورليشن بينهم اصلا يعني مثلا لو انا افترضت حاله زي دي بغير في قيمه الاكس وبتطلع قيمه الواي حاجه مثلا عامله كده فدي واضح جدا ان مفيش اي ترند فبالتالي انا اتوقع لما اجي احسب الار لحاله زي دي انها تطلع قيمه الار بكام بزيرو فدي معناها ان مفيش كورليشن طبعا كل ما كان الكورليشن ضعيف كل ما كانت قيمه الار اصغر لغايه ما توصل لاقل قيمه ليها اللي هي 0 فالار بتساوي 0 ممكن يكون معناها ان مفيش كورليشن او مفيش لينير كورليشن طيب هناخد المساله البسيطه دي نتعلم منها ازاي نحسب الكورليشن كوفيشنت ار لحاله بسيطه زي دي هنا مديني قيمه الاكس ومديني قيمه الواي فطبعا علشان تحسب الكوفيشنت اوف كورليشن لازم يكون عندك قيمه الاكس وقيمه الواي احنا علشان نحسب الكوفيشنت اوف كورليشن بنحسبه من المعادله دي لو نلاحظ ان المعادله دي فيها الان طبعا اللي هي النمبر اوف بير اوف داتا يعني هنا 1 2 3 4 5 يبقى انا عندي هنا الان بخمسة وبعدين هنا اكس واي يبقى لازم اضرب الاكس في الواي وبعدين اجيب السميشن وهنا السميشن اوف اكس هنا السميشن اوف واي هنا السميشن اوف اكس سكويرد هنا السميشن اوف واي سكويرد فبالتالي انا عايز اجهز كل السمشنز دي قبل ما استخدم المعادله ففي بدايه المساله بيديني قيمه الاكس والواي انا بضرب الاكس في الواي وبطلع اكس واي لما اجمع الكولوم ده هطلع بيه السميشن اوف اكس واي نفس الحكايه برضه الاكس دي اخليها سكويرد واجيب السميشن يبقى طلعت بالسميشن اوف اكس سكويرد الواي هربعها هنا فبالتالي لما اجمعهم هحصل على السميشن اوف واي سكويرد يبقى القيم اللي انا جبتها دي هعوض بيها في المعادله بتاعه الار واحسب قيمه الار طبعا زي ما اتفقنا ان قيمه الار لازم تطلع بين نيجاتيف 1 و بوزيتيف 1 لو طلعت اكبر من بوزيتيف 1 فهي مرفوضه لو طلعت اقل من نيجاتيف 1 برضو فهي ايه مرفوضه طيب ناخد مساله ثانيه في المساله دي بيقول لي ذا فولوينج داتا ريبريزنت ذا نمبر اوف اورز 12 different students يبقى هنا واضح ان النمبر اوف داتا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 طبعا لو نلاحظ ان ممكن الاكس القيمه بتاعتها تتكرر يعني انا خدت هنا مثلا 12 different students watched television during the weekend يبقى شفت هم بيشاهدوا التلفزيون خلال الويك اند وقت قد ايه وبالتالي هي دي قيمة الاكس فممكن تلاقي ان الستيودنت ده والستيودنت ده الاثنين شاهدوا التلفزيون لمدة ثلاث ساعات فبالتالي ممكن تكون بعض القيم في الاكس متكررة and the score of each student فبالتالي عندي الاكس هي الاندبندنت فاريبل اللي هو عدد ساعات مشاهدة التلفزيون والواي هي عبارة عن التست سكور فشفت الطالب الاول عدد ساعات المشاهده كام والدرجه اللي هو جابها وهكذا الطالب الثاني عدد ساعات المشاهده والسكور اللي هو حصل عليه طيب المطلوب بقى ايه؟ بيقول لي هنا ديسبلي ذا سكاتر بلوت يبقى اول حاجه عايزين نرسم scatter بلوت علشان نقدر نتوقع هل في كورليشن بين التو فاريبلز ولا لا وبعدين بيقول لي calculate ذا كورليشن كوفيشنت اللي احنا اتفقنا هنسميه ار يبقى انا بدايه المساله ان عندي مجموعه من القيم اللي بتربط الاكس بي طبعا علشان نرسم السكاتر بلوت الموضوع بسيط خالص بشوف اكبر قيمه هنا كام وبظبط السكيل بتاعي فهنا اكبر قيمه كانت عشرة فباخد السكيل على الاكس بحيث انه يبدا من زيرو وينتهي عند 10 وهكذا نفس الحكايه برضه الواي بشوف اكبر رقم هنا كام وليكن اكبر رقم هنا 96 فممكن اخد السكيل هنا بحيث ان اكبر رقم يكون 100 وبعدين نمسك اول عمود واقول هنا قيمه الاكس بزيرو كانت الواي بسته وتسعين فعند زيرو اطلع لغايه سته وتسعين واحط هنا نقطه وهكذا مثلا عند واحد الواي كانت بخمسه 85 طبعا عند النقطه دي هتلاقي عند تلاته وتلاته الواي ليهم قيم مختلفه فلو جينا هنا عند تلاته هنلاقي مره الواي كانت باربعه وسبعين ومره الواي كانت بخمسه وتسعين طبعا بعد ما رسمت لكل النقط حصلت على السكاتر بلوت بالشكل اللي قدامنا طبعا السكاتر بلوت اللي بالشكل ده واضح ان ممكن يكون محصور بين الخطين دول فبالتالي واضح ان العلاقه بين الاكس والواي هي علاقه نيجاتيف كورليشن نيجاتيف كورليشن ليه لانه واضح ان بزياده الاكس الواي بتقل فانا اتوقع ان انا لما اجي احسب الار ان هي هتطلع نيجاتيف فاليو وبالتالي لو حسبت قيمة الار وطلعت بوزيتيف فاليو راجع الحل بتاعك تاني لان لازم يكون في تجانس بين السكاتر بلوت والكوفيشنت اوف كورليشن طيب نروح هنا للمطلوب التاني ان عايزين نحسب الكورليشن كوفيشنت ار طبعا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا الاكس وعندنا الواي بنضرب الاكس في الواي يعني نضرب القيمتين دول في بعض نطلع قيمة الاكس في واي وبعدين هناخد الاكس نربعها نحصل هنا على الاكس squared وناخد الواي برضه نربعها نحصل هنا على الواي سكويرد كل صف من دول هنجمعه فلما نجمع هيطلع لي الرقم ده هو عباره عن مجموع دول اللي هو عباره عن السميشن اوف اكس علشان لما اجي اعوض في المعادله يبقى كل حاجه جاهزه فبالتالي هعوض في معادله الار وهحصل على القيمه بتاعتها ايه واضح طبعا انها طلعت نيجاتيف زي ما توقعت بناء على السكاتر بلوت فبالتالي انا كده حاسس ان الحل بتاعي صح وطبعا واضح انها طلعت قريبة من الواحد لان فعلا لو رجعنا للسكاتر بلوت تاني واضح ان العلاقة بينهم ايه قوية غير لو انا مثلا كنت لقيت مجموعة من النقط تاني كده زيادة مجموعة من النقط بالشكل ده فواضح ان الار لو هي بالشكل ده هتبقى الار اقل من الواحد بكتير يعني قريبة للصفر فهتطلع لك مثلا بوينت تو بوينت او كده يبقى احنا اول حاجة بنرسم السكاتر بلوت بنعرف هل شكل العلاقة اللي بينهم لينير ولا لأ؟ عرفت ان شكل العلاقه لينير ببدا احسب الار وببقى متوقع قيمه الار هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف من شكل السكاتر بلوت وكمان ببقى متوقع هل هي قريبه من الواحد ولا قريبه من الصفر فهنا قدرت احسب الار وطلعت نيجاتيف 0.83 فبقدر اقول ان زير از سترونج نيجاتيف لينير كورليشن نيجاتيف وسترونج ليه لانها قريبه من الواحد طيب ازاي احكم على العلاقه اذا كانت سترونج ولا نوت سترونج احنا اتفقنا ان الار بتتراوح بين نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 فبالتالي ممكن اقسم الرينج من نيجاتيف 1 وادي هنا وهنا 0 وهنا نيجاتيف 0.5 وهنا بوزيتيف 0.5 يبقى لو قيمه الار طلعت من بوزيتيف 0.5 الى 1 بقدر اقول عليها انها سترونج زائد انها بوزيتيف إنما لو طلعت بين 0 و positive 0.5 بقدر أقول عليها إنها weak correlation زائد إنها positive إنما لو كانت الـ R بين 0 وبين النيجاتيف negative 0.5 فهقدر أقول عليها إنها weak correlation بلس إنها negative correlation ولو كانت الـ R بين ال negative 0.5 و negative 1 فهقدر أقول إن العلاقة اللي بينهم strong زائد إنها negative فبالتالي بنقدر نقول هنا الكونكلوجن there is a strong negative linear correlation. وبعدين بنقول: as the number of hours spent watching TV increases، يعني كل ما عدد ساعات مشاهدة التي في زادت، the test score tend to decrease، ان السكور بتاع الطلبة بيجرى إيه؟ بيقل. وطبعاً بالتالي ممكن أطلع من هنا بمعلومة إن أنا أنصح الطلاب إن هم يقللوا من مشاهدة التلفزيون علشان بسهولة إن هو يحصل على تيست سكور أعلى. طيب بعد ما اتأكدت من إن أنا عندي correlation قوية بين two variables اللي هما ال x وال y ببدأ دراسة ال linear regression يبقى after verifying that the linear correlation between two variables is significant اللي هي زي ما اتفقنا إن ال r من 0.5 الى 1 او من نيجاتيف 0.5 الى نيجاتيف 1 فبالتالي بقول ان العلاقه اللي بينهم سترونج او سيجنيفيكانت بنبدا بعد كده ندرس العلاقه اللي بين الاكس والواي ونطلع معادله الخط المستقيم اللي منه اقدر بمعلوميه قيمه اي اكس اقدر احسب قيمه الواي فبالتالي بقدر اعمل عمليه بريدكشن طبعا المعادله بين الاكس والواي اللي هي عباره عن معادله خط مستقيم المعادلة دي بيكون شكلها زي ما احنا شايفين كده دي معادلة الخط المستقيم بيبقى y بتساوي mx plus b والام هي عبارة عن ميل الخط والبي هي عبارة عن الانترسكشن مع ال y فبنقول هنا where y is the predicted y value يبقى أنا لو عايز أعرف قيمة ال y يبقى أنا بعمل لها بريدكشن بعوض هنا بقيمة ال x بحسب قيمة ال y فبالتالي أنا قدرت أعمل بريدكشن الواي هتكون بكام لما الإكس تكون بكام. فبالتالي الواي كاب از predicted واي فاليو فور ا جيفن اكس فاليو. فطبعا علشان تعوض بالإكس وتطلع الواي لازم قيمة الإم وقيمة البي يكونوا معروفين. وقلنا إن الإم هي عبارة عن السلوب اللي هو الميل والبي هي عبارة عن الواي إنترسبت. يعني لو رسمنا مثلا الخط المستقيم وليكن مثلا هيطلع بالشكل ده دي كده عباره عن الاكس ودي عباره عن الواي لو كانت العلاقه بين الاكس والواي هي عباره عن الخط ده فبالتالي المسافه دي بنسميها بي والميل ده او الاسلوب ده بنسميه ام اللي هو طبعا بيكون دلتا واي لاي نقطتين مقسوم على دلتا اكس لنفس النقطتين قيمه الام بنحسبها من القانون ده لو نلاحظ ان هو يشبه قانون الار بحتاج فيه السميشن اوف اكس واي سميشن اوف اكس سميشن اوف واي سميشن اوف اكس سكويرد وبالتالي هجيب من الداتا اللي عندي قيم السميشنز دي واعوض هنا اطلع قيمه الام وبعدين اخد قيمه الام اعوض بيها في المعادله دي المعادله دي طبعا واضح ان احتاج فيها الاكس بار والواي بار احنا اتعلمنا قبل كده ازاي نحسب الواي بار والاكس بار الواي بار ببساطه هي السميشن اوف واي على ان والاكس بار هي عباره عن السميشن اوف اكس على ان يبقى انا بحسب من الداتا اللي عندي الواي بار وبحسب الاكس بار وباخد الام اللي انا حسبتها من القانون ده وعوض بيها هنا بقدر احسب قيمه البي وبالتالي يبقى انا قدرت احدد قيمه الام وقيمه البي يبقى انا بقى عندي معادله الخط المستقيم اللي اقدر استخدمه في عمل بريدكشن للواي طيب طبعا لازم الخط المستقيم اللي انا جبته ده يكون بيمر بيه النقطة اللي هي اكس بار و Y بار علشان اتأكد ان الحل بتاعي صحيح طيب نشوف اكزامبل 3 بيقول لي find the equation of the regression line طبعا علشان يقول لي كده ببقى المفروض ان اكون متأكد قبلها بسكاتر بلوت plot وحسبت كمان الـ R وتأكدت ان في بينهم linear correlation خلاص اتاكدت ان في بينهم لينير كورليشن ببدا اشوف الايكويشن اوف ذا ريجريشن لاين انما طبعا لو المساله جات لك كده على طول فانت مش مطلوب منك انك انت ترسم ولا السكاتر ولا تحسب قيمه الار مجرد بتجيب الام والبي على طول يبقى انت جبت الايكويشن اوف ذا ريجريشن لاين طيب قلنا الداتا اللي جيفن ايه هي عباره عن الاكس والواي هنضرب برضو الاكس في الواي نطلع اكس واي هنربع الاكس نجيب الاكس سكويرد هنربع الواي هنجيب الواي سكويرد هنجمع كل عمود من دول هنطلع قيمة السميشن طبعا هنعوض بقى في معادلة الام بالسميشنز اللي احنا جبناها طلعت هنا قيمة الام ب 1.2 هحسب الواي بار والاكس بار طبعا لو رجعنا هنا هنلاقي السميشن اوف اكس ب 15 يبقى الاكس بار عبارة عن ايه عبارة عن 15 على النمبر اوف اكسز اللي هي هنا ب 5 يبقى كده قدرت احسب قيمه الاكس بار نفس الكلام برضو الواي بار عباره عن السميشن اوف واي اللي هي هنا عباره عن نيجاتيف 1 اقسمها على النمبر اوف وايز اللي هنا اللي هي برضو خمسة قدرت اطلع الواي بار ناخد القيمتين دول اللي هي قيمه الواي بار والاكس بار ونعوض بيهم في المعادله دي ادي الواي بار والاكس بار وناخد قيمه الام اللي احنا حسبناها من هنا وبالتالي اقدر من المعادله دي احسب قيمه البي اللي هي طلعت هنا ب 3.8 وبالتالي يبقى ده شكل المعادله ان الواي كاب بيساوي 1.2 اللي هي قيمه الام اللي حسبناه هنا مضروبه في الاكس ماينس 3.8 اللي هي قيمه البي وبالتالي طالما ان انا عرفت العلاقه بين الواي والاكس اقدر اعمل بعد كده بريدكشن يعني ممكن يقول لي قيمه الاكس بكذا احسب لي قيمه الواي يبقى بالتالي قدرت اعمل عمليه بريدكشن طبعا طالما انه هنا قال لي الايكويشن بس فانا مش مطلوب مني ان انا ارسم الخط المستقيم بس لو رسمت الخط المستقيم زي ما اتفقنا هتلاقيه بيمر بالنقطه اللي الاحداثيات بتاعتها اكس بار و واي بار اللي احنا عرفنا من شويه ازاي نحسبهم يبقى انا كده بتاكد ان المعادله بتاعتي صحيحه طيب ناخد مسألة تانية طيب المطلوب مني ايه find the equation of regression line يبقى احنا شفنا نفس المسألة دي من شوية لو رجعنا لها كده ادي آه شفنا نفس المسألة وهنا المسألة دي كان مطلوب ان انا ارسم لها السكاتر بلوت وتوقعنا منه ان الار قيمتها نيجاتيف وبعدين قدرت احسب قيمه الار وطلعت انها سترونج نيجاتيف لينير كورليشن فبالتالي اقدر استنتج معادله الخط المستقيم لان انا عرفت ان العلاقه اللي بينهم هي علاقه خط مستقيم طيب فنيجي المسألة دي تاني بيقول لي هنا find the equation of the regression line يبقى عايز المعادلة اللي احنا لسه شايفينها من شوية اللي هي عبارة عن y cap بتساوي m مضروبة في الاكس x plus b فانا عايز اعرف قيمه الام وقيمه البي علشان ابقى حققت اول مطلوب هنا اللي هو الايكويشن وبعدين بيقول لي يوز ذا ايكويشن تو فايند ذا اكسبكتد تيست سكور طبعا احنا اتفقنا ان سكور هنا أو بنرمز له بالرمز واي يبقى المطلوب الثاني انه عايزني احسب قيمه الواي طبعا علشان احسب قيمه الواي لازم اكون عارف قيمه الاكس فهنا بيقول لي فور ستودنت هو واتشز 9 hours of TV يبقى مديني قيمة الـ x هنا بتسعة وطالب مني قيمة الواي اللي هي عملية البريدكشن زي ما سميناها من شوية ان انا بتنبأ هو الطالب لو شاهد التلفزيون لمدة تسع ساعات خلال الويك اند السكور بتاعه المتوقع كام يبقى انا قدرت اعمل عملية توقع او عملية بريدكشن طيب نفس الكلام مديني برضو هنا الاكس والواي اتفقنا علشان نحسب الاكويشن بحتاج الام والبي هنا نفس القانون اللي احنا لسه شايفينه من شويه علشان اعوض فيه بجيب الاكس واجيب السيجما اكس واجيب برضو السيجما واي واجيب الاكس في الواي علشان اجيب سيجما اكس واي و اكس سكويرد طبعا هنا واضح ان القانون ده انا مش محتاج فيه السيجما اوف واي سكويرد يعني الرقم اللي احنا جبناه هنا ده احنا مش محتاجينه في حساب معادله الخط المستقيم احنا بنحتاج الرقم ده بس في حساب الار فبالتالي لو الار مش مطلوب حسابها يبقى ملوش داعي ان احنا نحسب السميشن اوف واي سكويرد يبقى لازم لما تيجي تحسب شوف الحاجات اللي انت محتاجها بس وهي اللي تجهزها المهم هنا خلاص خدت كل القيم بقى من الجدول عوضت في معادلة الام قدرت احصل على قيمة الام اللي هي نيجاتيف 4.067 زي ما اتفقنا من شوية برضو ان انا علشان احسب البي محتاج الواي بار والاكس بار والام الام انا خلاص قدرت احسبها من هنا يبقى قيمة الام معروفة الواي بار هي عبارة عن السيجما واي على الان والاكس بار هي عبارة عن سيجما اكس على الان طبعا الان هنا واضح ان هم 12 فبالتالي بقسم سيجما واي اللي هي القيمة اللي جبتها من الجدول هنا وبالتالي بطلع قيمة الواي بار ونفس الحكاية برضو بقسم السيجما اكس اللي هي حسبتها من هنا اللي هي 54 بقسمها برضو على 12 المهم بعوض في المعادلة دي قدرت أطلع قيمة البي وبالتالي يبقى أنا كده بمجرد حساب قيمة الام وقيمة البي قدرت أحل أول مطلوب اللي هو عايز الإكويشن طيب المطلوب الثاني بمنتهى البساطة إن أنا بعوض بالإكس اللي هو طلبها اللي هي هنا كانت بـ 9 وبحسب قيمة الواي فطلعت هنا قيمة الواي ب 57.34 فهنا بقدر اقول ان انا اتوقع ان الطالب لو شاهد التلفزيون لمده تسع ساعات ان السكور اللي هو هيحصل عليه هيكون تقريبا 57.34. طبعا المحاضره بسيطه جدا زي ما انتم شايفين وغالبا ان شاء الله لما هتجيلك في الامتحان هتجيلك معادله ابسط من دي يعني مش هيجيلك عدد كبير كده من القيم ممكن يجيلك خمس او ست قيم بس بحيث ان عمليه الحسابات هنا تكون سهله. اتمنى كده ان المحاضره تكون واضحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته